بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله في هذا الفيديو بدنا نتعرض ل لونج تيرم لايبيليتيز، اللي هي الديون طويله الاجل. طبعا ممكن نسميها احنا نون كارنت لايبيليتيز، وهذه التسميه تجوز. طيب خلينا نشوف شويه نظري. في البدايه لونج تيرم لايبيليتيز تعريفها ار اوبليجيشنز، التزامات يعني، that a company expects to pay more than one year in the future. يعني هي التزامات يتوقع المؤسسة تدفعها على فترة تزيد عن سنة، يعني بعد سنتين، بعد ثلاث سنين، بعد أربع سنين، بعد عشر سنين، يكون هذا التزام طويل الأجل، طويل الأجل. طيب الآن في هذا الكتاب these obligations often are in the form of bonds or long term notes. نأخذ مثالين عليهم، اللي هو يكون هذا على شكل bonds اللي هو سندات، سندات دين، او long term notes اوراق دفع طويلة الاجل. خلينا نيجي على البونتس في البداية. البونتس هي تعريفها form of interest bearing note payable، هي شكل من اشكال اللي يعني النوت بايبل اللي بتحمل فوائد، issued by corporations تصدرها المؤسسات او الشركات المساهمة، universities اللي هي الجامعة، طبعا هذا عند الغرب يعني مش عندنا، and governmental agencies ووكالات حكومية. طبعا فكرة البوند انه مثل الكومن ستوك، يعني مثل الأسهم العادية، بتم بيعها للجمهور على أساس انه احنا ناخذ منهم مصاري، يعني بنقترض منهم بدل ما نروح على بنك ناخذ مصاري نقترض من بنك، نقترض من الناس، لان كل واحد بعطيني مصاري بعطيه سند، طبعا بيلو قيمة اسمية هو فيس فاليو، ويلو بكون انترست عادة، ويلو اللي هو مدة. خلينا نشوف انواع البوندز. الان البوندز ممكن يكون البوند سكيورد يعني مضمون، او unsecured غير مضمون. The secured bond have specific asset of the issuer pledged as collateral for the bonds. يعني الشركة اللي بتعطي بتصدر سندات بتحدد يكون في عندي asset معين مرهو، يعني بكون رهن، بكون رهن لمين؟ لا هذا البوند. بمعنى اذا الشركه ما قدرت انها تسدد قيمه البوند في وقت الاستحقاق بعد خمس سنين، فهذا الاسد بكون يعني بتم بيعه حتى انه يسددوا البوندز اللي على الشركه. طبعا هنا بكون يعني امان لليوزر، امان للانفستور. الان الانسكيورد بوند، في عندي سندات مش مضمونة، هذه عادة بتصدرها الشركات with good credit rating، اللي بكون لها تصنيف ائتماني عالي، يعني شركات قوية، شركات سمعتها يعني قوية جدا عالية، فهي نفسها بتكون ضمان، يعني فيش داعي انه تخصص اصول الى اخره، فالمستثمر بيشتري منها بكون مطمن، يعني فيش خوف. طيب ممكن نقسم البونز ل convertible، وممكن في عندي كمان بونز اللي هي callable بونز. convertible يعني سندات قابل للتحول الى common stock، الى اسهم عادية، can be converted into common stock. بالنسبة لل callable بونز هي يعني سندات قابلة للاستدعاء من قبل الشركة المصدرة قبل تاريخ استحقاقها. طيب الآن إصدار issuing procedures، إجراءات الإصدار، مناش نتطرق لهن كثير، بس يعني بدنا نشوف إنه البوند بيكون له face value يعني قيمة اسمية،
وهذه القيمة الإسمية تلتزم الشركة بدفعها عند يعني نهاية فترة البوند، يعني مثلا البوند فترته 5 سنين وفي له فيس فاليو مثلا 100 ألف، خلص بعد 5 سنين الشركة لازم تدفع 100 ألف للحامل السند. وفي عندي الماتشوريتي ديت اللي هو تاريخ الاستحقاق. The date that the final payment is due، يعني آخر دفعة يجب على الشركة أنها تدفعها للمستثمر. وفي عندي interest rate، عادة بكون يعني يحمل على سعر فائدة أو معدل فائدة، عادة بكون هذا سنوي. وطبعا هنا نهاية كل سنة أو بعد كل سنة الشركة بتلتزم تدفع هذه الانترست، طبعا هذا هو الربا، وهذا هو يعتبر الكوست للبوند، تكلفة البوند. لأنه الشركة لما تدفع الفيس فاليو ما هي ماخذتها، يعني مش إلها، بس الزيادة اللي بدها تدفعها هي الربا، هي هذه الكوست أوف بوند. طيب هاي رسمة، يعني رسم لبوند، هذه بتوضح أجزائه. issuer of bond هذا مصدر البوند، هي اسمه يا كوربوريشن. في عندي ماتوريتي ديت وقت استحقاقه، هيو يستحق في ماي 21 2021. هنا هذه 5.75% هذه عبارة عن الانترست ريت اللي معدل الفائدة، والفيس فاليو او مرة بيسموها البار فاليو $5,000، $5,000، $5,000 هذا القيمة الاسمية له. طيب لان نيجي على موضوع determining the market price of bond، كيف احنا بدنا نحدد سعره في السوق، يعني بيش نبيعه. طبعا هو له فيس فاليو، يعني مثلا مثل ما نقول على سبيل المثال الفيس فاليو تبعته 100 ألف، نبيعه ب 100 ألف مثلا، ولا ممكن نبيعه بأكثر ولا أقل. طبعا هو بيعتمد على يعني القيمة الحالية للدفعات المستقبلية، لأنه في عندي تايم فاليو أوف ماني اللي هو القيمة الزمنية للنقود، بتتغير هذا. وفي عندي إشي عشان يعني ناخذ هذا بعين الاعتبار ونحسب القيمة الحالية، لازم نعرف الماركت انترست ريت اللي هو معدل الفائدة في السوق. طبعا سوق الشركة اللي بتصدر السند، يعني الشركات الثانية كدي بعضه انترست، كديش المعدل، بنقارنه مع المعدل اللي بتعطيه الشركة. الانترست بيمنت طبعا هنا بده يحسب لي، هو معطيني مثال الحقيقة، يعني معطيني مثال بقول لي تو الستريت، افرض انه هذه الشركة في جانيوري واحد، يعني 1/1/2017 issues اللي هو بوندز. الآن البوند شو صفاته؟ هذه 100 ألف يعني هذه الفيس فاليو. الآن 9% هذه اللي هي الانترست ريت تبعته due in 5 years، هاي الماتوريتي يعني بيريود، خلينا نقول فترة الاستحقاق 5 سنوات. الآن هنا بده يحسب اللي هو الفائدة، الفائدة اللي هي 100 ألف ضرب 9% يعني 9000، يعني بعد مرور سنة بدنا ندفع 9000، بعد سنتين 9000، الآن كل سنة ندفع 9 9 9 لنهاية السنة الخامسة. السنة الخامسة بندفع اللي هو الانترست اللي 9000، وأيضا بندفع المبلغ الأصلي اللي هي الفيس فاليو اللي هي بنسميه برنسبل، المبلغ الأصلي. فهذه الدفعات المستقبلية. فالآن احنا عشان نحسب يعني قديش بيسوى الآن، قديش يعني نبيعه في السوق، فبدنا نحسب القيمة الحالية لهذه الدفعات. طبعا قديش اتعرض للقانون، خلينا مثل الكتاب، هو حاسب القيمة الحالية لل100 ألف بعد منها، يعني نستلمها أو ندفعها يعني بعد 5 سنوات. فهذه
بتكون بهذا الشكل، بتكون بهذا الشكل. أما بالنسبة لل9000 هذه اللي هي كل 5 سنوات، بتكون القيمة الحالية لها 35,000 وسبعة، بنجمعهم بيطلع 100,000. طبعا هنا طلع هو يساوي القيمة الاسمية في هذا المثال. طبعا ليش طلع هو نفس القيمة الاسمية لا أكثر ولا أقل؟ لأنه الماركت انترست ريت اعتبرناها 9% أيضا، يعني مثل السند بالضبط. وهذا بقودنا يعني بكون إلى موضوع اللي هو إصدار السهم بالقيمة الاسمية نفسها، ولا نصدره بخصم، ولا نصدره بعلاوة. هذا إن شاء الله راح نشوفه في فيديو قادم إن شاء الله. أنا بدي أكتفي بهذا القدر. إن شاء الله الفيديو القادم بدنا نشوف الأكاونتينج فور بوند ترانزاكشنز. السلام عليكم.